النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. قال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رافائيل بوستيك إن البيانات الاقتصادية في الآونة الأخيرة جعلته أكثر ثقة في قدرة مجلس الاحتياطي الاتحادي على إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%، لكنه يريد الاطلاع على بيانات أكثر قليلا قبل أن يكون مستعدا لدعم خفض أسعار الفائدة. وأشار بوستيك إلى أن تحقيق توازن المخاطر بين التضخم وسوق العمل أصبح قريبا، لكنه يريد التأكد من تجنب خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدا حتى لا يضطر مجلس الاحتياطي لاحقا إلى رفعها إذا تسارع التضخم مرة أخرى. وإنه إذا تطور الاقتصاد كما يتوقع ستنخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية هذا العام. أظهرت أرقام رسمية أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا قد ارتفع إلى 22% بعد أن استقر لمدة شهرين عند هدف بنك إنجلترا البالغ 2%. وتوقع البنك المركزي في بريطانيا أن يرتفع معدل التضخم إلى 2.14% في يوليو، وأن يصل إلى حوالي 2.75% بحلول نهاية العام مع تلاشي تأثير الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة في عام 2023 قبل أن يعود إلى 2% في النصف الأول من عام 2026. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية. وللحديث حول الأسواق المالية العالمية وأسواق الذهب، معي عبر سكايب من لندن الأستاذ طلال العجمي الرئيس التنفيذي لشركة VI Markets. مرحبا بك أستاذ في النشرة الاقتصادية. وفي البداية، يعني شهدنا في الفترة الأخيرة مخاوف من ركود اقتصادي في المرحلة المقبلة أدت إلى تراجع الأسواق المالية، خصوصا بعد بيانات الوظائف والتضخم في أمريكا. كيف تقرأ ذلك؟ يعني البيانات اللي صدرت أستاذ الأسبوع اللي فات واللي تخص بيانات التوظيف أدت لحالة طبعاً ضعف الوظائف أو ضعف إضافة الوظائف، أعطت إشارة للأسواق باحتمالية حدوث ركود. هذا الشيء خلى الأسواق تنزل وصار في هلع وموجة بيع كبيرة تجاوزت 10%. كانت الناس تحللها ما بين مخاوف ركود وربما تكون أزمة قادمة، وفي البعض الآخر يحلل بأن كانت الأسواق طوال السنتين اللي فاتوا وكانت ارتفاعات وهذا ممكن يكون تصحيح. طبعا اللي حصل في ذاك الوقت هو كان خسائر كبيرة، تريليونات الدولارات في جلستين أو ثلاث جلسات وراء بعض. هذا الشيء اليوم إذا بنشوفه أغلب المؤشرات الأمريكية، وحتى انعكس هذا حتى على أسواقنا المحلية، في انخفاضات كبيرة وفي تخفيضات كبيرة في أكثر القطاعات وأكثر الأسهم. نشوف الأسبوع هذا اللي حصل بعده بأن طلعت بيانات طلبات تعويضات البطالة إيجابية، هدت شوية من اللي حصل في الأسواق، ونشوف الأسواق اليوم في ارتفاعات. ربما يعني التحليل الآخر أنها تصحيح اللي حصل الأسبوع اللي فات، ممكن هذا السيناريو يرجع. نعم، يعني أستاذ طلال، للحديث يعني حول الأسواق المالية العالمية أو أسواق الذهب بالتحديد، يعني أسواق الذهب شهدت تقلبات في الفترة الأخيرة، فكيف تقرأ هذه التقلبات في أسعار الذهب في الآونة الأخيرة؟ يعني اللي حاصل في الذهب نقدر نشوف بأن الذهب دائما هو صديق للأزمات. كل ما تحصل أزمات في الأسواق يكون دائما وعادة المستفيد الأكبر هو الذهب. نلاحظ كثرة الأخبار، مخاوف الركود،
الأزمات الجيوسياسية اللي تحصل، حرب غزة، كل هذه المشاكل طبعاً ساهمت في ارتفاعات الذهب في الفترة الماضية. أعتقد بأن إذا نحلل الوضع اللي حاصل الحين، ربما الأسواق أو البنوك المركزية تتجه لخفض الفوائد، هذا ممكن يعزز من المخاطرة في الأسواق. نشوف الأسواق ترتفع، يمكن هذا الشيء مستقبلا يؤدي لانخفاض الذهب وضعف الطلب عليه، لأن راح تكون المخاطرة راح ترجع أكيد للأسواق.